السلام عليكم الخوت، صباح الخير عليكم. المهم كنتمنى يكون كلشي بخير، كلشي مزيان، كلشي في امان الله وحفظه. المهم كنتمنى تكونوا كدوزوا نتوما نهار مزيان. المهم نهار غادي ناخذكم معنا في واحد الرحله في هذا الجو البارد. واش حدا ندوب تكون وقيله شي جو شي ثلاثه ولا بحال هكا ولا خمسه، ماش كاع في التليفون. المهم الشميشه كاينه، الجو مزيان، جو هو هذاك. براني في محطه ديال التران وغادي ناخذ التران لواحد المدينه، ومن بعد من بعد ديك المدينه غادي نتحركوا على رجلينا نتمشاو شي شويه، وغادي نشوف واحد المنظر واعر. كنت واحد خطرتي مشيت لتما وكنت باغي نصور فيه. المهم هاد النهار غادي نمشي تما، ومن بعد غادي نمشيو نشريو شي لعيبات شي تويشيات، وخليكم معانا. هذا غير تران عادي، هذه حالة. المهم ديال التران عندك هنايا كاين هنا بوبيل، شنو كاين آخر؟ كاين لي طواليت هنايا، بلا شوية نوريهم لك. هنا فين إلا بغيتي دير هنا شنو كاين؟ فين بغيتي دير البسكيتة ديالك تطلعها هنايا، كتربطها مع هذوك الدايبرة وتصورها من تحت. إلا كيبان عليكم غتشوفو الدايبرة راهم هذوك، راه هما وهي في الداخل عرفت من هي. هنا كدير البسكيتة ديالك. وهنا فاش كتكون باغي تخرج هما كيقولوا لك منين تخرج، منين باب، واش ليسر ولا اليمين ولا ليسر، على حسب المحطة فين جات، واش على اليمين ولا على اليسر. بحال راك جالس في البروميير كلاس ديال التران في المغرب. لا نوريكم دابا طوالت كي داير، ما عرفتش عامرة ولا هادي طوالت هنا. هادي راه خاوي تبرك هنا، تفتح ليك الباب باش ملي كتدخل تبرك هنا. هات عندك المرايا، الما ملي كيتشعل الما اوتوماتيك، اوتوماتيك الما، الصابون هنا، طواليت حشاكو، وعندك مرايا واحد اخر، مرايا واحد اخر في واحد الوتش اللي كاين اخوت. واش عقلو فاش كنتو كتفرجوا في ديك الرسومات ديال اللي عندهم دوك الدراري اللي عندهم دار في الشجره؟ ها هي بنادم عنده دار في الشجره ديالو مصوبه على حسب ولده ولا ولادهم. شتيها؟ واو زعما شون. شوف حنا غاديين كنتمشاو، جينا لقينا هاد كما كتشوفوا معنا هاد الحوض ديال ارض ديال العنب، ومازالين دايرين العنب هنايا. ماش كيديروا به؟ كاين اللي لقيتي غامل، كاين اللي كيكون مزال الخضر. هذا قالت لي هنا غادي يديروا به النبيذ ديال الثلج، ما نعرف كيخلطوا مع الثلج وما داك الشيء. ايس فاين كيتسمى ايس فاين. احنا دابا الفوق كما كتشوفوا معنا راه المدينه اللي كنا فيها لحد دابا، نزلنا فيها بالتران هي هذه. وكان عشان مدينة أخرى راه هي بعيدة عليها شي 30 دقيقة هكاك بالتران ولا 20 دقيقة كاع بالتران. هانتوما كيما كتشوفو راه عند كاين ديك كاين فين تجلس، كاين بلايص فين تجلس هنايا بزاف. راه 20 وحدة الفوق، راه 1 لهي، 21 لهي، هادشي اللي كاين. دابا راه حنا طلعنا للفوق. واش كتسمعوني مزيان؟ حيت درت واحد اللعيبة على حساب الريح، ما عرفتش واش غادي تكون نجحات هاد العملية ولا لا.
كما شفتوا معنا هذا هو المنظر، واحد المنظر زوين هنايا. واعر راه كاينين الناس اصلا، كاينين الناس هنايا جاوا هما كيتمشاو في هذه البلاصه. هذه البلاصه اصلا غير ديال الا بغيتي تمشى ولا تركب بسكليته ديالك. المهم هو هذا ديال البلاصه فين كنسكنوا حنايا، كنا لديك الجهه لهي لهاتي. هذه واحد المدينه صغيره، وكان عشان واحد المدينه كبيره كما وريتكم في الفيديو اللي هي هاتي، وكان عشان واحد المدينه اخرى حداها بحال قلتي كازا، بحال قلتي كازا بلانكا، ولكن هذه المدينه دي كبيره بزاف على كازا. هو هادشي اللي كاين. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو واخا ما فيه شي حاجه سبيسيال، ولكن راه انتما كتشوفوا معنا الاجواء كي دايره هنايا في هذه البلاد الجميلة. مرحبا، رجعنا بحالة من ذاك الجبل، ماشي الجبل، ذيك الهضبة العليا. كان غادي نمشيو نقصو شي حاجة حيت فينا الجوع. وهادشي اللي كاين، من بعد نشريو شي حويجات من السوبر مارشي واخيرا هادشي اللي كاين. يلا خليكم معنا. السلام عليكم. المهم دابا انا راني في واحد حيتي في واحد المحل ديال الخردة، ولكن ماشي خردة فيت بالك، هما خردة ولكن عندي ثمن رخيص بزاف. داك شي حوايج اللي مستعملين بحال دابا الصبابط كما كتشوفوا هنايا، هانتا الصبابط باص برديلات هما، كلشي كاين هنا. داكشي ديال السكي، راه باش دير السكي، وكاين السراول ديال العيالات ديال الرجال، الجواكات، المانطويات، الشيلان، كلشي كاين هنا. وهو أثمنة مناسبة، بنطوفات، لي بوط ديال العيالات ولا البنات، باليزات، كلشي كاين هنا. داكشي ديال الصيادة حتى هو. السلام عليكم خويا، البطاقة الشخصية ديالك بس معاك. واي وانت اش كدير هنا؟ ايه شوف فيا، نهضر معاك، شوف فيا. مول الكاسكيطة، هاديك الكاسكيطة عرفك نشوف، مبغيتش حيد كاسكيطة صاحبي، قرع الآخر هدا عليا. دابا خرجنا من داك المحل ديال الحوايج، ودابا غادي نمشيو ناكلو شي حاجة. وهادشي اللي كاين، غادي ناكل واحد شاورما جيت لعندو دابا، من بين أحسن مولين شاورما اللي كاين هنايا في هاد المدينة. غير هاد البوتيكة الصغيرة، كدير العجب. يا سلام بنين، الحمد لله. ودابا نقدر نشرب شي حاجه من هاد الشيء. كتشوفوا مزايا كنتغداو، داكشي اللي خاصنا حيت بعد علينا شويه سوبر مارشي تما حدا الفيراج، بعد علينا شي شويه 5 دقائق حنا البرد ما كنبغيوش نخرجو. المهم فاش كنكونو خارجين كنشريو معانا داكشي اللي خاصنا وكنتغداو بحال هكا. وهنايا كما كتشوفوا داكشي، وهنا كما كتشوفوا هنايا داكشي اللي فيه لا ريدكسيون، نقص فيه الثمن. شنو هذا؟ بحال قلتي سوشي وما عرفتش داكشي عواصا، داكشي اللي بغيت. دابا عزيز عليا هذا، ها
هذا الخبز ديال فيه العشوب كديرو غير في الفران وكيطيب وكتاكلو سخون زويون قديرو راسك.